يا سيدي كل شيء لهادي. واش قلتي لي في المطار؟ واش قلتي لي على هادي؟ قال لي كيف ما رديتها رديتها. عرفوا اش فيها ولا لا؟ شكون؟ قلتي لي واش فيها؟ لا لا هو قلت لها لا 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 واش كبر هذا؟ اللي كاين داك اللي قلتي لي علاقه؟ 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 هاد الفيديو كيبين الحب والتشبث ديال المغاربة ببلدهم الأصل وبملكهم كذلك، رغم أننا هاجرنا للبحث عن مستقبل أفضل، لكن كنبقاو كنموتوا على بلادنا وعلى الملك ديال بلادنا. لابد تشوفوا معايا هاد الفيديو كامل، وعندنا الجواب. غادي تشوفوا خبير إسباني كيفاش كيهضر على الإسبان اللي كيهاجروا. فقط السنة الماضية هاجروا 500,000 شاب إسباني فقط، يعني نصف مليون. هذا اللي غادي يجي يقول لنا علاش هاجرتو. España hay una cosa que determinará el futuro y que nadie está teniendo en cuenta y que a mí me preocupa mucho. El año pasado de España se fueron 500,000 jóvenes. Medio millón de personas preparadas para meterse en el sector productivo se largaron. Tía, en 3-4 años hay 1,000,000 de gente en condición de trabajar a buscarse la vida fuera porque aquí no la encuentran adecuada, porque no quieren dedicarse a poner cafés solo toda la vida. Porque ya que lo pongo, pues lo pongo en Londres y aprendo inglés. No quiero estar toda la vida en una empresa en la que no tengo ningún tipo de planteamiento futuro. Esa cantidad enorme de jóvenes que se han ido era el futuro de este país. Todo el mundo piensa en que volverá. Volverá si no te va bien. ذلك السر وخير دليل هو الشباب، يعني الكويرية، يختارون تمثيل المغرب عوضا يعني المنتخبات الأوروبية. مغاربة شبتين وكيموتوا على بلادهم، وهذا الفيديو خير دليل. تقل مراكشية في مطار باريس، يعني هذا التعبير ديال هذه السيدة يعني على الفرحة بالقدوم ديال الام ديالها اللي جات تزورها وجابت لها واحد الهديه. ونشوفوا الفيديو احسن باش ما نحرقوش المراحل، وشوفوا حتى هذا الخبير الاسباني كيفاش كيهضر. ها شوفوا معايا الفيديو، ولكن ما تنساوش لايكات ديالكم والبارطاج، ترتقوا هذا الفيديو بالبارطاج واللايكات باش يوصل. راكم عارفين لمن. قبل الام ديالك في المطار، مطار باريس
العاصمة الفرنسية من أهم العواصم الأوروبية، فالي بالدقة المراكشية، فلا بد أن تكوني مغربية. تحية لهذه السيدة المغربية والعائلة ديالها والأم ديالها، الله يطول في عمرها. وتحية المغاربة كاملين، هذو هما المغاربة الأحرار، برافو برافو برافو. والأم، عرفتوا الهدية اللي قدمت الأم للبنت ديالها؟ يعني هذه السيدة دفعت الفيزا يعني الأم ديالها، والفرحة والتعبير يعني اللي عبرات به يعني على الفرحة ديالها هذه السيدة، وهو أنها استقبلت الأم ديالها في المطار، مطار باريس، بالدقة المراكشية المغربية. غادي نخليكم مع تتمة ديال الفيديو، غير هو كاين شي وحدين غادي يجيو وغادي يقول لك وعلاش هاجرت مادام هي كتبغي الملك ديالها والمغرب ديالها، علاش هاجرت؟ عندنا الجواب، ما تقلقوش، عندنا فيديو اسباني، خبير اسباني كيشرح كيفاش. ميديو مليون، مالي نصف مليون اسباني هاجر فقط السنة الماضية. هادشي راه عادي الخوت، ما يضحك عليكم حتى شي واحد. برافو برافو المغاربة الأحرار الذين أينما حلوا وارتحلوا فالوطن ديالهم كيبقى في القلب ديالهم، ويحبون الملك ديالهم. وهذا الشيء هذا كنشوفوه بالدلائل في مجموعة من الفيديوهات، وخير دليل هو تشبت الآباء ديال اللاعبين المغاربة واللاعبين المغاربة الذين يقطنون ويمارسون في الدوريات الأوروبية، يختارون تمثيل المنتخب الوطني المغربي. ما كاينش شي حاجه اكثر من هذه. وانا سنوات وانا هنا في اسبانيا، والله العظيم بالله، يعني المده اللي كانت عطل ما كنهبط، كنقول غير غادي نهبط للمغرب، غادي اول حاجه مي غادي ننزل غادي نبوس الارض ديال المغرب. شوف هذا الشيء ما ربما في واحد الوقت كان عندنا يعني تفكير شويه ولا وهذا، ولكن مع الوقت مي كتنضج وكتنضج حتى في العقل ديالك، كتبقى تفرق وكتعرف بزاف ديال الحوايج. اش كنقول هذا الكلام؟ حتى الاوروبيين يهاجرون، منهم اسبان اللي حنا مقيمين عندهم. هانتوما سمعتوا السيد، 500 الف اسباني مالي مجهزين هاجروا الى بلدان اخرى، بريطانيا، سويسرا، واستراليا، والولايات المتحده الامريكيه. قضيه ديال الهجره راه ما كيديناش المجاعة، ماشي المجاعة اللي جابت واحد النسبة كبيرة من المغاربة، نو، الناس كيعجبهم التنوع وتحسين يعني ما فيها بأس، وتحسين يعني المعيشة ديالهم والبحث عن مستقبل أفضل للوليدات ديالهم. ما فيها بأس أن الإنسان يكون متحمس ويجتهد ويبحث يعني عن حياة أفضل. أما بلدنا المغرب فكيبقى بلدنا وملكنا، يعني كنحترموه أشد، يعني نكل له يعني الاحترام والتقدير الملك ديالنا، والأرض ديالنا المغرب يعني كنبغيوها وكنموتوا عليها، نمشيو فين ما مشينا. ما يدوخوكمش داك الخونة، داك بعض الخونة الذين يتقاضون أجورا من أجل يعني تشويه صورة المغرب، ويبينوا لنا ويبينوا داك الجهات المعادية والشعوب ديالهم أن المغرب باش يغطيو على العيوب اللي عندهم هما في بلادهم. واش فهمتوني يا الخوت؟ كنتمنى يعني تكونوا فهمتوني مزيان، ولو أن الكلام ديالي واضح وضوح الشمس. احنا ما جابناش الفقر هنا. شوفوا أي بلد فيها الفقير والغني، فيها الصالح والطالح، هذاك لا عندنا الفقر. هنا كاين الفقر، حتى في الدول العظمى كاين الفقر، ولكن بلادنا مقارنة مع الدول المجاورة والدول اللي بحالنا فراه الحمد لله كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نحاربوهم وخصهم يتغيروا بزاف بحال هنا. ولكن خصنا نحترموا المؤسسات ديال بلادنا، نحترموا الرموز ديال بلادنا، بالي ما يبقاش يجي اي واحد ويطاول علينا مبرر انه معارض او مناضل. اللي مناضل ومعارض راه باين، ولكن اللي مدلول وكيبيع بلاده من اجل الدينارات فراه باين. الخوت انا ما نطولش عليكم الكلام بزاف، انا قلت لكم خير دليل
وهو هاد اللاعب الصغير مثلا منتخب الفرنسي نونو قال لك لا هو خصو المنتخب المغربي اشرف حكيمي اكثر كاين قيمه اكثر من هاد اللاعبين هادو ها ويفضلون يعني تمثيل منتخب بلديهم هما هاجروا الوالدين ديالهم هاجروا يعني خصنا نفرقوا باش ما يضحكوش علينا الشمايت فرقوا ما بين الهجره الهجره راه كاين حتى هنا كيهاجروا وحتى بلادنا ولاو كيهاجروا قالي الكلام ديالي راه صحيح تحيه لهاد السيده مره اخرى عجبني هاد الفيديو قلت لابد ما نشارك معكم هاد الفيديو ما يمكنش ما نشاركوش معكم هاد السيده بنت عايشه في فرنسا ها شنو خصها يعني صافي مشات عاش في فرنسا تبقى تضرب بلادها واش عمركم شفتوا شي واحد يعني من هاد الدول هادو كيخرج على بلادو كيبقى يضرب بلادو الا كل شيء كي واخا كيهاجر وكيبقى يموت على بلادو الا حنا عندنا شي بعضين لا حول ولا قوه الا بالله هما اللي خصهم دائما يبقاو يحتقروا بلادهم ويشوهوا بلادهم المهم الخوت راه ما نطولش عليكم بزاف خليكم مع هذا الفيديو تتمه ديال هذا الفيديو الرائع ديال هذه السيده فيديو ديال اسبانيا انتم شفتوه فالي انا ما نطولش عليكم بزاف كملوا معنا الفيديو بارطاج ديالكم لابد منه لايكات كذلك تهلاو في راسكم السلام عليكم يا ناري طالعين قدام.